قال المؤلف رحمه الله: كذاك بعد أو إلى يصلح في موضعها حتى أو إلى أن سلام. ينصب المضارع بأن مضمرة وجوها بعد أو يا صلوح في موضع حتى أو إلا أن خفي، أي أن خفية، أن خفية ينصب المضارع بعدها بها إذا وقعت بعد أو الصالحة لأن تكون حتى. تصلح أو بمعنى حتى في نحو، في نحو لا استغفرن الله أو يتوب، لا استغفرن الله أو يغفر لي أي ليغفر لي، أو لأن تغيرنك أو تقضيني حقي حتى تقضيني حقي. فبعضهم يقول أو إذا كانت معنى إلى أو إلا، وابن مالك قال حتى إذا كانت معنى حتى وهذا أفضل حتى، أو إلا أن كقولهم لأؤدبن العاصية أو يتوب إلا أن يتوب. فإن كانت أو لا بمعنى حتى ولا بمعنى إلا أن فإن المضارع ينصب بعدها بأن مضمرة لكن جوازا، نحو ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما أو أن أسوءك، لو قلت أو أن أسوءك لا حرج. أنا ظاهر كذاك بعده لا يصح في مضيع حتى أو إلا أن خفي. قال بعضهم، قال بعضهم انتصب المضارع بعد أو بالمخالفة لأن ما بعدها مخالف لما قبلها، ليس بمعناه ولا معطوف عليه. لا أنتظرنك أو تعطيني حقي، لا صلة بين تعطيني وبين أنتظرنك. قال بعضهم انتصب المخالفة وهو عامل أضافه الكوفية واستعملوه هنا واستعملوه في في أفعال التعجب. قالوا ما أكرم زين، قالوا أكرم، أكرم اسم. لماذا نصبتم؟ قال انتصب المخالفة لأنه ليس بمعنى ما قبله بمعنى ما بعده. أكرم زيد يتابع لزيد بلده. وقالوا الترتيب الإعرابي المرتب على هذا أن تقول ليكونن انتظار، ليكون التزام أو قضاء. فأنت عطفت، عطفت مصدرا مؤولا على مصدر متوهم. لا أنت ولا أنك أو تعطيني حقي أو تعطيني، هذا مصدر مؤول من أن التي قدرتها رجع الأول متوهم، توهمت أنك قلت لا يكون أن انتظار، لا تكون التزام. لماذا يسموه، لماذا يسموه متوهما؟ لعدم وجود سابق، السوابق غير موجود، السوابق معروفة أن وأن وكي ولو، لا يوجد سابق، فقالوا مصدر متوهم، توهم المتكلم فقط الله أكبر. هذا ما نقوله، والراجحون الناصب له أنه في هذا. نعم. وبعد حتى هكذا كذلك ينصب المضارع بأن مضمرة وجوها بعد حتى، بعد حتى إذا كان ما بعدها مستقبلا بالنسبة لما قبلها ولم يكن مسببا عنه. تقول وزلزل، قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى، حتى يرجع. الرجوع مستقبل بالنسبة للعكوف، أنا قوله كذاك بعد حتى هكذا إضمار أن حتمه. وحتى هنا، حتى هنا رأي كقولك قولي حتى يرجع إلى موسى، وتعليلية وهي التي مثلها ابن مالك بقوله جد حتى تسر لا حزن، حتى هنا للتعليل جد لتسر لا حزن. وأضاف بعضهم نوعا آخر من حتى سميت حتى الاستثنائية، وجعل منها قول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إلا أن يقول. ومنها قول الشاعر، منها قول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل إلا أن تجود. فحتى عموما ثلاثة أنواع، حتى جارة ثلاثة أنواع، حتى، حتى ثلاثة أنواع، حتى جارة وهي الغائية والتعليلية والاستثنائية لأنها جارة، جرة أن ومدخولها، واضح؟ وحتى تكون ابتدائية وهي التي تأتي بعدها جملة فعلية فعلها مضارع كقراءة ورش، وزلزلوا حتى يقول الرسول، أو فعل ماضي نحو ثم بدلنا مكان السيئة حسنة حتى عفوا، أو تأتي بعدها جملة اسمية، جملة اسمية كقول الشاعر فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، حتى ماء دجلة أشكلوا مثل الخبر. هذا نوع. إذن قلنا الآن جارة وابتدائية وعاطفة، وهي التي قال بها ابن مالك رحمه الله تعالى
بعضا بحتى اطيف على كل ولا يكون الا غاية بغية هذه نوع حتى حتى تنفقوا مما تحبون انت حتى تنفقوا مما تحبون قد تكون غائية الى ان تنفقوا لما أرد لما أرد عدها وتلو حتى حالنا مؤولا بها حتى يشترط بالنصب ان يكون ما بعدها مستقبلا بالنسبة لما قبلها فان كان حالا وكان مسببا عما قبلها لا ينصب مثل مرض زيد حتى لا يرجونه ليس هناك استقبال وعدم الرجاء مسبب عن المرض وتقول سرت حتى ادخل البلد اذا قلت ذلك وانت في حال الدخول يرفع ما بعد حتى بالشروط ان يكون مسببا عما قبلها وان يكون حالا لاستقبالا وان يكون وان لا يكون ولا يكون فضلا لا يكون فضلا فإن كان فضلا لا تقول سيري وأن لا يكون فضلا مثل وإن يكون فضلا وإن يكون لا فضلا وإن يكون فضلا تقول مريض زيد حتى لا يرجونه حتى يرجونه فضلا فلا يجوز أن تقول سيري حتى أدخلها هذا ليس فضلا هذا خبر لا بد من النص شروط ثلاثة أنا أقول وتلوى حتى حالنا ولا دفع عنه وصل المستقبل الاقرب. وبعد الفعل جواب بنفي او طلب قال ينصب المضارع بين المضارع وجوه بعد الفعل واقع جواب لطلب او نفي. طلب بالفعل او نفي محض. نحو احضر فتستفيد فلا تخضعن بقولي فيطمع. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق الى اخر انواع الطلب. وهي ما جمعها بعضهم بقوله مر وانهى وادعو وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو ثم قال كذلك النفي قد كمل ولا بد ان يكون بالفعل ان يكون بالفعل نحو قم فاتبعك اذا كان بالمصدر لا ينصب نحو سكوتا تقول فينام الناس خلاف الكساء او كان باسم الفعل بارك الله كان مثل باسم الفعل نحو صح فاحدثك صح فاحدثك لان اسم الفعل لا يتصيد منه مصدر فانت السر تقول اسكت فأحدثك التقدير ليكن منك سكوت ذا حديث مني هذا تقدير عطفت مصدرا مؤول على مصدر متوهم لكن اسم الفعل لا يتصيد من المصدر ولذلك تتعذر النصب بعد الفاء الواقعة جواب له فهمت؟ الحمد لله أنا قولي وتلوى حتى هذا وبعد فاء جواب نفي وطلب محضين لا بد أن يكون النفي محضا فإذا انتقض نحو أنت ما تأتينا إلا فتحدثنا النفي انتقض وكذلك أنت ما تزال تأتينا فتحدثنا تزال نفي ونفي النفي إثبات أنا أقول محضين أن يكون الطلب بالفعل وأن يكون النفي دون أن ينتقض محضا أنا أقول وبعد فعل جواب بنفي الطلب محضين كلمة محضين رائعة أنه ست واحد من الأخرى الواو كلفاء كذلك الواو كلفاء إذا فات مفهوم مع ينصب المضارع بأن مضمر وجوبا بعد الفاء الواقع جوابا بعد الواو الواقع جوابا لنفي أو طلب نفي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين والطلب نحو قلت ادعي وأدعو إن أندى لصوتي أن ينادي داعياني ونحو ألم أكو جاركم ويكون بيني ونحو لا تنعن خلق وتأتي مثله لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذه كلها أمثلة تدل على نصب المضارع بعد الواو الواقعة جوابا لطلب الواو كلفة أنتم في المفهومة كلا تكون جلدا وتظهر الجزء نعم بعد غير النفي جزء من يعتمد أن تسقط الفاء وبعد غير النفي إذا أسقطت الفاء
وقصدت الجزاء بعد غير النفي عليك أن تجزم، فتقول احضر فأكرمك، أحسقط الفاء تقول احضر أكرمك إذا قصدت الجزاء. أما النفي لا يتناول هذا، لأن النفي في تقدير عدم الوقوع كالإثبات في تقدير الوقوع، لا ينصب، ليس هناك شيء معلق على شيء. إذا تقول احضر أكرمك، هل تحضر أكرمك؟ ألا تحضر أكرمك؟ واضح؟ قال تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن، قال وأكن أكن معطوفة على محل فأصدق، لأن لم تكن هناك فاء لانجزم فأصدق، فيعطف على محل قبل دخول الفاء. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، الصدقة جواب لطلب. قال بعدها وأكن، أكون عطف على محل فأصدق، لأنه لو لم يقترن بالفاء لانجزم. طبعا هذا ما قوله وبعد غير النفي أتم الجزمة، إن قصدت الجزاء فإن لم تصل الجزاء لا تجزم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم جملة صفة للزكاة. فهب لي من لدنك وليا يرثني، ولعل من جزم قصد الجزاء قراءة، فهب لي من لدنك وليا يرثني. أظهر على قوله وبعد غير النفي جزما اعتمد ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد. اما قولهم قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي انت وامي لا تشرف، هذا في البيت الذي بعده اقرا شرط الجزم بعد النهي من قضاء. اما بعد النهي فيشترط لصحة الجزم صحة الوقوع إلا محل النهي. تقول لا تدن من الأسد تسلم، بجزم تسلم، لأنك إن قلت إلا تدن من الأسد تسلم صح المعنى، بعكس لا تدن من الأسد يأكلك فلا جزم، لعدم صحة الوقوع إلا تدن من الأسد تسلم. من لم يدن من الأسد يأكلك، قصد الله تعالى يأكل، لعدم صحة أن تقول إلا تدن من الأسد يأكلك، لأن من لم يدن من الأسد لا يأكله. وكذا تقول لا تهمل تنجح، بعكس لا تهمل تفشل، لعدم صحة القول إلا تهمل تفشل هذا يقال. فما قل وكذلك يشترط بعد الأمر صحة وقوع محله، نحو ائتني أكرمك لصحة إن تأتيني أكرمك، بعكس ائتني لا أستقبلك لعدم صحتي، إن تأتيني لا أكرمك لعدم المناسبة. واضح؟ أنا قوله وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخاف. أما قولهم لا تشرف يصيبك سهم، قالوا هي بدل من لا تدن من لا تشرف، لأنه لا يصح. إذا قلت لا تشرف يصيبك سهم، لو قلت إلا تشرف يصيبك سهم ما لا يصح. فهمت؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا يؤذينا، قالوا بدل من لا يقربن، لأنك إذا قلت إلا يقربن مسجدنا يؤذينا لا يصح المعنى. واحد ما قرب من المسجد كيف يؤذيك؟ يصيبك سهم. هو إلا يأتي لكن جزء. نعم هذا قلت لك بدل، لأن هنا لا يصح موضعها إلا، هذا اعتراض. لو قال لي شخص ما رأيك في قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشرف يصيبك سهم، لا يصح أن تقع إلا موضع لا تشرف هنا والجزم يصيبك، قلت هو بدل من تشرف. أظهر؟ أقرأ. والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه وقبله. هذا البيت استخلصه أنه زائد في الألفية والله أعلم، لأن معناه مستغنى عنه وساقط من بعض النسخ الألفية. قال والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه مع الفاء واقبل جزمه بسقوط الفاء، فتقول سكوتا فينام الناس صح فأحدثك. الأمر بغير فعل لا تنصب جوابه وجزمه اقبله، تقول سكوتا ينام الناس صح أحدثك، معناه مستغنى عنه، لأنه قال في المرة الأولى قال بعد فاء جواب نفي لو طالب محضين، إذا كان بغير الأمر بغير الفعل فليس محضا،
ثم قال ثم قال ثم قال وبعد غير النفي جزما يعتمد ان تسقط الفاء، ولم يستثني من ذلك الامر بالمصدر او بغيره او بهذا. فالبيت مستغنى عن معناه اذا انتبهت لما قبله تستطيع ان تستغني به عن معناه. وساقط بعض النسخ الالفيه ولذلك استخلصت انه زائد. نعم قرأ. ولو اسقطته واخر في الوقت تصير الالفيه الف بيت بالضبط، وهي الان الف بيت وبيتان. بعد الفاء اضطر ان ياتي بهذا، لان بعضهم قال الرجاء ليس من انواع الطلب، قال فعله بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ماء الى التمني ينتسب. قال قال وما يدريك لعله يزكي او يذكر فتنفعه فتنفعه على صروف الدهر او دولاتها يودلنا اللمه من لماتها يودلنا اللمه من لماتها فتستريح النفس من عبراتها فتستريح النفس على قوله. قال بعضهم سمع سمع جواب الفعل سمع جزم الفعل مع سقوط الفاء في جواب الرجاء، وقالوا الجزم فرع النصب ما دام جزم بعد بسقوط الفاء ينصب مع الفاء. وهو اضطر ان ياتي بهذا لان بعضهم قال بعد الرجاء الرجاء ليس من نوع الطلب لا ينصب المضارع في جوابه مع الفاء فاضطر ان ينص عليه. وان على اسم خالص فعلا عطفت تنصبه ثابتا او منحرفا. قال اذا عطفت فعلا مضارع على اسم خالص من تقدير الفعل فعليك ان تنصبه بان، والعطف يكون باو او بالواو او بثم او بالفاعل. قال ولبس عباءة وتقرعين، وان هنا جائزة لما لا واجبته. ولبس عباءة وتقرعين لماذا قدروا ان؟ لانهم لو لم يقدروا ان عطفوا فعلا على اسم، وهذا لا يجوز. فلما قدروا ان وان والفعل في تأويل مصدر عطفوا اسما على اسم. واضح؟ واضح؟ وسمعت في القرآن الكريم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم وان تقولوا على الله ما ترى عطف مصدرا مؤولا على مصدر صريح. واضح؟ وكذلك قال الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله. أعقله مضارع منصوب بين المضارع جوازا لأنك عرفت فعلا مضارع اسم خالص. قال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل لولا توقع معتد فأوضيه ما كنت أوثر إترابا على ترابي. فإن لم يكن الاسم خالصا بأن كان اسم فاعل أو اسم مفعول لا ينصب الفعل، لأنه بمثابة عطف فعل على فعل مر بك، وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكس الاسلام تجد سهلا. تقول الطائر فيغضب زيد الذباب فيغضب يغضب على الطائر، والطائر اسم شبه فعل يعطف على فعل يطفئ الفعل أنا قوله. وبعد ذا جواب نفي نطلا محضين أنوسا. ماذا قال؟ وإن على اسم الخالص فعل معطوف تنصبه أن ثابتا ونحن يقرأ شيخ الاسم الخالص هو المصدر هو المصدر أو الاسم العادي. تقول لولا خالد ويحسن إلي لهلكت، لولا المنزل وأستظل به لا 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 لضحيت يعني برست للشمس. أي اسم خالص المهم لا يكون اسم مفعول. المضروب المضروب فيغضب محمود علي، المضروب اسم ليس خالصا من تقدير الفعل لأنه بهذا اللي يضرب. وشد حرف أن ونصب في سوى ممر حقبا منه ما عنده. الأصل الأصل أن الحرف عامل ضعيف لا يعمل إلا مذكورا، ليس كالفعل، الفعل يحذف ويعمل وقد يحذف وجوبا ويعمل، لكن الحرف لا يعمل إلا مذكورا. واضح؟ فأن اضطرد حذفها في مواضع والنصب بها. وأما إذا نصب بها في غير هذه المواضع فإن ذلك من قبيل الشاذ الذي يسمع ما لا يقاس على ما سمع منه، كقولهم خذ اللص قبل يأخذك قبل أن يأخذك، مره يحفرها أن يحفرها. قال قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، بل نقذف بالحق على الباطل بل نقضي الحق الباطل فيدمغه. قال
أي هذا اللائم أحضر الورى وأنا أشهد للذات هل أنت مخلدي؟ أي هذا اللائم أحضر أن أحضر. قال فلم أرى مثلها خباسة واجد فنهنهت نفسي بعدما كدت أفعاله أن أفعله. تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. هذه مرادفة في اللغة العربية سمعت سمع النص بأن مضمرة وليست بعد المواضع التي حددت. باختصار نواصب المضارع 14 أربعة تنصب بنفسها وهي أن ولن وكي وإذا، وخمسة بأن مضمرة وجوبا وهي لام الجحود وحتى والفاء والواو وأو، وخمسة بأن مضمرة جوازا وهي لام كي والفاء والواو وثم وأو العاطفة لفعل مضارع على اسم الخالص. والله أعلم.